طيب الله يمسيكم بالخير جميع. صراحة بستغل الفرصة وبنفتتح بثنا الليلة عن وقف أم الأوقاف. أنا الظاهر إني بواجه الكاميرا لكن إن شاء الله ما فيها خصم. وقف أم الأوقاف في مكة المكرمة. طبعا جمهور ودعم السعيد أبو ظهير أطلقوا مبادرة أسعدهم تسعد. مبادرة تبرع المرضى السرطان، الله يشفيهم. مريض السرطان تحت تأثير البنج والإبر والعمليات، وفي حاجة من يتبرع له. وداووا مرضاكم بالصدقات، فأنا إن شاء الله الليلة بتبرع لمرضى السرطان وفي سهم في وقف أم الأوقاف 250 ريال. نسعدهم بهذا التبرع، وهم في حاجة الدعاء. الشاهد الله أنهم في حاجة الدعاء، والله يعافيهم، ونطلب أن الله سبحانه وتعالى يشفيهم. فبما أني سفير جمهوري ودعمي بيض الله وجيههم، أطلقوا مبادرة أسعدهم تسعد، وإن شاء الله تشوفون الكاشات تطلع لكم على الشاشة. وبادر قبل أن تغادر، رمضان أيام قليلة وينتهي، وتقول يا ليتني تبرعت، يا ليتني قدمت شيء. لذلك مبادرة أسعدهم تسعد تخص مرضى السرطان وأيضا المرضى، لكن حنا خصصناها لمرضى السرطان. اللي جالس في بيته خلاص فقد الأمل، واللي في المستشفى على تأثير الكيماوي والجرعات والإبر والمهديات، الله يشفيهم ويرفع عنهم في هذه الساعة الطيبة. فمن هذا المنبر أتبرع عنيتي ونية جمهور سعيد ونية المتسابقين إن شاء الله في وقف أم الأوقاف 250 ريال لمرضى السرطان. عسى الله يقبلها، وعسى الله يشافيهم ودعواتهم ودعواتكم لهم، والله أنهم في حاجة الدعاء. بادر قبل أن تغادر، لا تتردد في التبرع. 250 ريال أولا تحطها في وقف يبني سبعة أوقاف، تخيل. يعني لو تروح تقول بحطه وقف الأيتام وبروح بكرة ولا بعد شهر أشوف جمعية ترعى الأرام المطلقات، وبعد شهرين أشوف الكسوة أنطر رمضان، لا، سبعة أوقاف الأيتام، الكسوة، إطعام الإطعام، الأرام المطلقات، السقيا، اللهم صل على محمد، إفطار الصائم. حنا في شهر كريم، سبعة أوقاف، لا يفوتك الأجر ولا تفوتك الفرصة. يا مال الغنيمة، والله العظيم، والله لو يجيك حد في بيتك ممكن تكلف 2000 و3000، وهو شيء لحظي وينتهي في وقته، وينتهي أكل وينتهي. لكن أنت 250 ريال تخيل تمشي لك عداد حسنات إلى يوم القيامة، عداد حسنات إلى يوم القيامة. تبرع عن مريض، تبرع عن يتيم، تبرع عن أفطار صايم، تبرع عن واحد محتاج الكسوة، الملابس هذه يحتاجونها ناس كثير، تبرع لهم، تراك تسعدهم، والله أنك تدخل السعادة على وجيههم وأنت ما تدري. حنا اللي في الحاجة نعطي. أنا إذا ما عطيته غيري بيعطيه. أنا إذا ما عطيت المريض أو عطيت المحتاج أو الأرملة أو المطلقة أو فطرت صائم، غيري بيعطيه ملايين، ناس بيعطون غيري. فليه خلي أنا الأجر قدامي أشوفه؟ سبعة أوقاف يا ابن الحلال، سبعة أوقاف في 250 ريال يشهد الله علي إنها قليلة في مادتها، لكن والله العظيم إنها تعدل عند الله أشياء كثيرة. فلا تتردد، 250 ريال في وقف يبني سبعة أوقاف، وين؟ في مكة المكرمة. نال شرف المكان وشرف الزمان في رمضان، رمضان اللي أوله مغفرة ووسطه رحمة وآخره عتق من النار. فلا تتردد، أنا والله العظيم أني أبي لكم الخير مثل ما أبي لنفسي الخير. هذا حديث شريف يقول الدال على الخير كفاعله. أنا أدلكم وأنت تبرع وتدل غيرك، واللي ما يقدر مرة ما يقدر لا واجد ولا شوي يأخذ البروشور حق الجمعية وينشر، ممكن غيرك يتبرع وأنت السبب وينالك الأجر.
فالله يوفقنا وياكم ويكتب لنا ولكم الأجر ويتقبل صيامنا وقيام. هذه المبادرة اللي يطلقها الجمهور السعيد دعم السعيد، أسعدهم تسعد، يتخص مرضى السرطان. أنا إن شاء الله شوي بطلع وبتبرع بريتي عن ولية سابق إن شاء الله لمرضى السرطان، فتكفى لي فوتك الأجر. وحي أبو خليفة، أبو خليفة الله يعافيك. إحنا عندنا فئة والله أنا غالية اللي هم مرضى السرطان، الله يشفيهم في هذه الساعة المباركة. فإحنا أطلق المبادرة أسعدهم تسعد جمهوري ودعمي بما أني سفير، فمن هذا المنطلق أنا تبرعت لمرضى السرطان اللي هي فئة غالية في قلوبنا. ومثل ما قلت آنفا في قبل تدخل، اللي تحت تأثير الإبر والكيماوي والمهديات واللي الله يشفيه فهم في حاجة. كلمتك لهذه الفئة. أول شيء بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يعلم الله يا أبو ظهير أن أيام برنامج كاريزما اتصلت علي وحدة طفلة صغيرة عمرها يمكن 7 سنوات أو 8 والله ما أدري، فالعمر هذا مرضانا مرضى السرطان. تقول كانت يوم تشوف إنها تستانس وتضحك، هي من دولة الكويت. سلام ورحمة الله. يا مرحبا والله. يا مرحبا هو سحاب. هي من دولة الكويت، كانت يعني بنت صغيرة. سلمت. وكانت في مبادرة. دولة إيش؟ دولة الكويت. سلمت. هذا علم يا الكويت. بعد روحي والله. هذا علم الكويت. وكانت تقول يعني خوابي. أتمنى أنكم أختها الكبيرة كانت تقول أتمنى أنكم تدعون لها أن الله يشفيها ويعافيها. وأنا أقول سهم مني أنا يا فهد 250 ريال بنيتها، بنية الطفلة الصغيرة اللي بالكويت. إن كانت تتابعنا على الله يعافيها حظك والله بلجر. وابتسمي ابتسمي حنا معك روحي. أبو سحاب جيت وحنا مطلقين مبادرة في دعمي، بطلق مبادرة بما أني سفير، مبادرة أسعدهم تسعد المرضى السرطان. فتكلمت قبل تجي وقبل يجي فهد وتبرعنا بنيتهم للي ما يقدر. مريض السرطان الآن تحت تأثير المهديات والإبر والكيماوي، إن الله إن شاء الله يبعد عنه هالمرض ويشفي اللي بلاه الله به. كلمتك لهذه الفئة يا أبو سحاب. أول حاجة أنت الله يبيض وجهك وفريق دعمك الله يبيض وجهه ولا يستغرب الطيب من هلا. ما عليك زود الله. وحنا طال عمرك كلنا يد واحدة، واعتبرني أنا من 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 فريق دعمك ما واعتبرني يحتاج. أنا من جمهورك. حنا كلنا سفرة لا متسابقين ولا الفقنا. نعم. كلهم ولا اللي بالخير. أنا كسفير في الوقف بعد عندي إن شاء الله حملة مماثلة. الله يبيض وجهك. أنتظر بس عليها الترتيبات الأخيرة. الله يبيض وجهك. وفئة مرضى السرطان يعني من الفئات التي لا تجهل ولا يعني يخفى علينا علمهم وجحهم، وهم قويين بالله سبحانه وتعالى. أنا يعجبني فيهم أنهم من أكثر الناس بلاء ولكنهم من أشجع الناس تبارك الرحمن إيمانا، أكثرهم لله الحمد يملك الشجاعة ويملك الإيمان بالله والتوكل وحسن الظن، وأكثرهم لله الحمد تجاوز هذا المرض. الله يبعدنا ويبعدكم عنه. اللهم آمين. بيض الله وجيهكم حملة مباركة إن شاء الله تعالى. رسالتي للي بيعملون الخير اعملوا لا تترددون، ورسالتي لمرضى السرطان الله يعافيهم أنتم بخير وعافية طالما هناك حسن ظن بالله، وطالما أن الله سبحانه تؤمنون بالله وبالقدر خيره وشره أن الله قادر مثل ما بلاكم أنه يعافيكم. فخطوة مبروكة والله يبيض وجيهكم جميعا ووجهك جميعا. طبعا من هذا المنبر أنت ذكرت لي أنهم يكافحون وأن إيمانهم قوي فعلا. ذكرت لي بأخوي الغالي الدكتور حمد بن جروان الغامدي شاعر، والله يا أبو سحاب إنه حضر الدكتوراه وخلصها والأجهزة من هنا ومن هنا الله وفي أمريكا. ما شاء الله ما شاء الله. الدكتور عنده حق المستشفى وإنه جالس يحضر الدكتور. ما شاء الله ما شاء الله. هذا رجل يعني قسم بالله العظيم يا أبو سحاب إني أنا. هذا اللي يحرجك في نفسك. والله العظيم. بخير وعافية. قالوا له بعد ترى بعد كم شهر تراك بتموت. والله أنا مقرر المستشفى. قال تراك الشهر الفلاني تراك ميت. قال إيماني بالله سبحانه وتعالى قوي، ورجال في شبابه، ورجال تحبه في الله، رجال مسي عليهم هذا المنبر. والله العظيم إنه رجل مكافح ورجل عصامي ورجل ذرب ورجل يعني فيه كل الأمور الطيبة. الدكتور حمد من هذا المنبر أنا تبرع بنيته في وقف
أم الأوقاف الله وهو رجل. والله ما نقدر نجازيك أبو جروان إلا بهذا اللي التبرع اللي إن شاء الله أنه يوصلك وهذا أهداء. ورجل رجل قسم بالله لو تشوفه تقول رجل هذا ما في فيه في كل مكان رأسه رجله قالوا بنقصتي قالوا بنسوي كذا يحضر الدكتوراه في أمريكا وهي في رأسه حاطين كذا الدكتور عنده يحضر خلص الدكتوراه أموره وسفير الجمعية مرضى السرطان والآن ما شاء الله كيف والآن هذا؟ الآن مستمر معهم والله في شو اسمه تبشر بالخير بالخير ان شاء الله في الرياض. لكن لازم الشخص يكون عنده عزيمه ويكون ايمانه قوي بالله سبحانه وتعالى. هذا الرجل صراحه اني ما شفت مثله للامانه فهو مثال احتذابه. الله يكتب له العافيه. هو جميع من ابتلى هذا البلاء. انا اذكر واحد من الاخوان من الناس اللي يعزون علي بالحيل 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 وهذه رساله للي توه في بدايه المرض او يتوقع ان اللي عنده بيصير مرض. انا يعني قصة هذا الشخص أثبتت لي إن الهم والوهم هو اللي يساعد في انتشار هذا المرض أو يكبره. أذكر واحد من اللي يعزون عليه حاله كذا تعب وكذا وتغيرت نفسيته واختفى وتواصل معه بشكل مستمر. يا ابن الحلال علامك والله أنا في ضيقة وكذا وخلني وعند عزيمة قوية خلني وبتواصل معه قريب. قاعدة الظنون تروح يمين يسار سألته فلوس أمور مشكلة شيء قال مرة الأمور طيبة لكن خلني المهم أنا عاد ما أقدر يخبي علي شيء. خذنا أيام قال لي أنا اكتشفت عندي حبة فقال لي فعلى الكتف حميدي ولا حميدي اكتشفت وكذا وقالوا لازم أشعة ولما حولي إنه يمكن يكون يعني ورم بداية ورم كذا سوى الأشعة ماني مسويها يا يميني شرقة مرة ماني مسويها وحاول فيه وحاول فيه هو عنيد. المهم مشت الأيام طبعا أنا شجعت بطريقتي من عندي ولقيت تشجيعه من يمين ويسار الله سبحانه يطفي حاله وكان هذا زي النذير له يعني ما كان. الخلاصة إنه ما راجع واستهان وهذا خطأ كبير ولكن هو عالج نفسه معنويا وقال إن الأمور طيبة وإن هذا ما هو ورم سرطاني كذا ولا يبغى يتأكد. فسبحان الله اللي لطف بحاله وراح الورم تدريجي. لا لا إيه والله لكن يخشى أو ينخاف عليه إنه بعدين يجي. هذا واحد من لكن أبشرك الموضوع ذا له سنتين وللآن أموره. هذا واحد من الربع جاه المرض هذا في هنا في رقبته. أرحب يا الحصان. الله وجهك. والله سويتكم شيء تنجنون منه. أسلم. هذا حقته واحد من الشيبان. آه يبيض وجهك. جاء المرض هنا في رقبته. قال المرض خلاص احقر ولا. الرجال يا ولد تقول ما تقول إن المرض اللي فيه ما قالوا لك ترى فيك سرطان. علموه فيك سرطان وهنا وبنشله ومنومينه. والله العظيم إنه يضحك وإنه يسولف وإنه حاط الجوال كذا ويتابع المباراة. يشهد الله علي. ويوم جاء أبوه أنجن كذا بتعرف تأثيره. يوم شاف الولد تكره ولد. يضحك ويسولف المرض هنا خلاص وسبحان الله ويعالجونه وانا الحين بعفى القساي. وينه؟ بعفى القساي ما فيه الا العافيه ما فيه الا العافيه ما شاء الله. فاقول لك المرض فيه وعزيمته قويه للامانه. فبيض ويجيكم انت فاتتكم كريمه. الله يكتب الاجر بس والقبول ولا كل عنده خير وكل يبغى يقدم الخير وكل انا ان شاء الله حملتنا بتكون عن حملة التبرع اللي بيقوم فيها إن شاء الله فريق الدعم والنبلاء اللي أنا دائم ثقتي فيه في الله سبحانه فيهم كبيرة ولا عمرهم قصروا نحبهم الله النبلاء وأحرص مني هم على الأجر وعلى المثوبة وعلى التكاتف لأن الموضوع هذا لحمة إن شاء الله حتكون إن شاء الله حتكون عن الموتى الموتى اللي انقطع عملهم. كل واحد منا له قريب ميت له خال له عم له جد له جدة صديق صاحب وحملتنا إن شاء الله عن الموتى. الله يجزاكم خير وإن شاء الله راح تطلق اليومين هذه بحول الله وقوته. أنا بروح صبح.